كابتن. والله والله انا فعلا اللي واجب اسقف لكم لذوقكم ولاخلاقكم، وفعلا بعد ما حصل فيكم المواقف دي ونطلبكم وتيجوا، ده الف الف مليون شكر وتحيه كبيره ليكم والله. النهارده هتتفرجوا وهنبص، بس نبص ايه؟ بس. صعب جدا انك ترفض لتيتا دودة اي طلب. دي تيتا دودة قابلت واحد في الشارع عادي جدا، قالت له لو تكرمت ممكن تجيب لي. طب انا هشرح ليه. تهاني ومحمد مكين دول نجوم الفقره دي. أنا؟ تحت أمرك. صباح الخير. أيوة حب تحت أمرك. يا صباح الإشراقة الطيبة. صباح الخير. يا صباح السعادة. ربنا يخليك. صباح الخير. يا صباح النماء والمحبة. ربنا يخليك. صباح الخير. ربنا يخليكم. أنا أمور. اسمي وديدة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا مرحبا. يدلعوني بدودة. اهلا وسهلا. كنت انا صغيره وانا دد 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 دد. عشت الاسام. وانا صغيره بقى. عشت الاسام. اتشرف بيكي. تهاني. مين؟ تهاني. هاني؟ تهاني. مش سامعك. تهاني تهاني. عشت انا تاخذونيش، ودني الشمال دي فيها تحلب. ايه؟ فيها تحلب. طب ده جالك منين التحلب ده؟ ولا مرزة لو بصيت كده حضرتك انت نازله كويس فين؟ بص هناك كده في محل الاخضر كده. ابو تنده اللي هناك ده؟ ابو تنده. ده بيبيع حلويات. حضرتك بيبيع بسبوسه وكنافه. انا بحب البسبوسه قوي. عاوزه قد ايه؟ عايزه نص بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه قوي. طيب ايوه مش كده قوي. وخليكي بقى معايا نتسلى مع بعض. انا بقالي سنين ما نزلتش الشارع. ربنا يديك الصحه. اجري الدم في رجلي لان انا عندي عظمي عامل زي الحلاوه الطحنيه. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليكي. انا اول مره اقف في الشارع. اسم الله عليك. ربنا يديك الصحه. الحمد لله الحمد لله. لا ده انا كنت فين وبقيت فين. ربنا يديك الصحه. اتفضل. ايوه ادي الباقي اهو. ايوه وادي البسبوسه اهي بالهنا والشفا. فك يا محمد. طب ما وحياه عينيك لا تفك. تاخديها وتخش ترتاحي. لا 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 مش مخنوقه من جوه. يلا ادي حته. لا انا مش هقدر اكل منها لان انا عامل دايت. عامل مين؟ عامل دايت. عامله ليه؟ علشان انزل شويه عشان انا زياده كده عاوز انزل شويه. عامله فين يعني؟ عامله عند الدكتور. طب وسايبه ليه حضرتك هناك؟ لا ده هو مش واحد انا سايبه، ده هو نظام انا بتبعه علشان انزل شويه. وحياه عينيكي تعدميني. بعد الشر عليك. تعدميني. اديله حته في بقه. انت اللي تفرغي. يوكليه. يلا حماده. وبقى بقه دي؟ وبعمل رجيم بقى بعدين. انا برضو حته صغيره كده. بالقشطه. ايه ده؟ يا نهار ابني شافنا. ابني شافنا. شافنا احنا بنعمل ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه يا ماما. ايوه هم الجماعه. يا حاج يا ماما. يا رامز. في ايه؟ يا رامز يا حبيبي. عجبكم اللي عملتوه ده؟ اللي عملناه. في ايه؟ مالك يا حاج؟ الف سلامه. مالك؟ هي طلبت مننا بسبوسه بالقشطه. قلنا لها في ايه يعني؟ ايه المشكله؟ اوعي اوعي ايه؟ هتكذبي يا تهاني؟ وهتكذب ليه كمان؟ هتكذبيها كمان؟ هتكذبيها كمان؟ وانت يا محمد؟ ايه انا ايه؟ مش انت اللي جايبها بايدك ليه؟ ايوه انا اللي جايبها. مش انت اللي قلت لي هاتها؟ انتوا جبتوها لي ليه؟ مش انت اللي طلبتيها؟ انا طلبت ايه؟ طلبت ده؟ وحياة عينيك انا طلبتها. ايوه طلبتيها. هو انا هنغني؟ ولما انت عارف ان الدكتور منعك عنها على البسبوسه ام قشطه بتطلبيها ليه؟ اوعى اوعى ايه؟ اوعى ايه؟ باختصار حضرتك دلوقتي احنا بنحبك وبنحترمك. يا ست تحبيني؟ تحبيني عليا وتكسرني؟ احنا مننا منك حاجه. انت تعرفيني؟ تهاني انت مش عاوزه تاكل بسبوسه ام قشطه؟ تهاني ايه الخرا ده؟ انا خربت اليوم اللي شفتك فيه. انا مش عارفه تهاني بتنفعل عليا ليه؟ بتنفعل عليا ايه؟ عارف ان الدكتور منعها من البسبوسه ام قشطه؟ هتلاقي قفص وحطها فيه طالما بتخرج وتسيبها. قفص ايه؟ معلش محدش هيعمل لكم حاجه الا باذني. يا سلام. ورنتش ولا 10 ثاني.
رامز. رامز فؤاد مالكش دعوه بيها. تيتا مش عارفه انا قلقتوني. اه يا حبيبي تيتا. هي توتي تيتا حبيبي. تيتا حبيب قلبي. حبيب قلبي تيتا. حبيب انت يا دادا صباح. يا دادا دادا صباح. دادا صباح مش عارفه انام. تعال خدي جوه وكلفتيه بقى خليه ينام. وجوز العقول ده بتربيهم للعيد الكبير ان شاء الله؟ مين دول؟ ولما انت عندك ناس جوه اهو وعندك ناس بتقولي في الاول ليه انت مش فاضيه؟ تقرفي وما عندكيش حد ومش قادره تنزلي وتكذبي علينا ليه؟ انا ما اقدرش اهين اهل بيتي وتهينينا احنا؟ احنا خدامين عندك؟ انت لما عندك جوز فاهم اللي جوه دول؟ ما تقعدنا ليه ومش انا معاهم ليه؟ عرفتينا في عشتي. والفقرة دي بطلها محمد عبد المتعال. تيجي نبص بس. بص بس. يلا. مش قادر حضرتك. مش قادر حضرتك اصل انا لسه هتغدى فدي هتسد نفسي. لا مش قادر حضرتك. معلش عشان خاطر. من ايد دود عشان خاطر. خد يا ابني. انت زي ابني. ربنا يخليك. ألف هنا وشفا. ربنا يخليك يا فندم. جميل هيدا يا نهار. في ايه؟ فؤاد. في ايه؟ فؤاد شافنا. فؤاد ابني. فؤاد ايه ده؟ بسبوسه. بسبوسه؟ بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه؟ اه بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه يا ماما. معلش يا فؤاد هو جابها لي وقرش عليا قال لي لازم تاكلي. جبت لك ايه حضرتك؟ انا معدي وحضرتك اللي قلت لي هات بسبوسه. عشان ما باكلش الحاجات دي. طب انا اعرف منين ان انت ما في ايه حضرتك؟ عاجبك اللي عملته ده؟ انا اعرف منين حضرتك؟ الحاجه الوحيده اللي ممنوع تاكلها هتجيبها لنا؟ انا ما اعرفش هو في سم ما البسبوسه بتتباع في المحل عادي. بسبوسه بالقشطه؟ بالقشطه اه حضرتك هو القشطه دي سم؟ ولا يهمك من فؤاد ولا يهمك من رامز لان انا اللي هقول لهم يعملوا اللي يعملوه انا لو حضرتك انا عملت حاجه انا اللي اقول انا عملت حاجه حضرتك انت بتجيب لي بسبوسه بالقشطه ليه؟ حضرتك اللي قلت لي قلت لك امتى؟ وانا معدي حضرتك ندهت عليا قلت لي هات لي بسبوسه بالقشطه دلوقتي انت بتفتري عليا يعني بتفتري عليكي ليه يا ست ايه المشكله مالك مزعل ماما ده ايه بس استاذ انا معدي والحاجه ندهت عليا ندهت عليك ازاي قالت لي بس يا كابتن يا لا ما قلتلوش بس كابتن. ما قلتلوش بس انت بتكذب يا كابتن ايه لا عملت ما اعرفش اعملها انا دي حضرتك طيب خلاص مش مهم فقلت لها حاضر يا فندم عايزه ايه؟ قالت لي عايزه نص كيلو بسبوسه بالقشطه. جبت لي ايه بتقول؟ بسبوسه. بتقول جبت ايه؟ بسبوسه. بسبوسه؟ بسبوسه بسبوسه. ادي يا دوده يا دوده شايله البسبوسه. والله حلاوتي وضيفتي يا بيت عروسه. ادي يا دوده يا دوده شايله البسبوسه. والله حلاوتي وضيفتي يا بيت عروسه. بصي بس بصي بس بصي بس هتصور كتير بس. عايزين نشوف مع بعض منال وأحمد توفيق. تعالوا نبص بس نبص بس. كابتن كابتن. نعم يا ماما. بعد إذن حضرتك وبعد إذن حضرتك معلش أنا هعطلكوا ثواني. اتفضلي. أنا اسمي وديدة. اسم حضرتك إيه؟ منال. منال. ها؟ منال. معلش يا حبيبتي عشان ودني شوية فيها تحلب. تحلب؟ وحضرتك؟ أنا أحمد. مين؟ أحمد. مين؟ أحمد. عايزة حضرتك ولا مؤاخذة يعني فيها تعالى تجيب لي نص بسبوسة بالقشطة لو تفتكرها. ماشي. لا عايزة مفيش مشكلة. طب خليك يا منال. طب ما تأخرش. طب أنا هنزل اقعد معاكي بقى. طب خليك عشان انت تعبانه. لا اتسلى معاكي تحت بدل ما انا واقفه كده طول النهار ما بنزلش خالص من البيت. اول مره بيجي 5 سنين اقف كده في الشارع فرحانه اني واقفه كده. من 5 سنين ما نزلتيش الشارع؟ ما بنزلش خالص. انا يا يجي الراجل مكبساتي يكبسني يا تيجي الست بتاعت المرهم تقعد تدهن لي جسمي وتكلفت وانام. بابا جه اهو. ايه؟ بابا جه بسبوسة بالقشطة الله يخليك وادي الباقي 35 قرش فكيلي العلبة دي
ايوه بسبوسه بالقشطه عشان تنين. الله الله حلو. شوفي شوفي يا منال. نعم بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه حلوه جميله. تعدمني ان ما اكلتش حته خدي كده بالقشطه. فين القشطه؟ خدي خدي ايوه خدي. انا اديني بقى حته كده بالقشطه. الله يا لهوي يا لهوي. ايه في ايه؟ فؤاد فؤاد ابني ورامز صاحبه شافونا. بسبوسه بالقشطه؟ ايوه بسبوسه بالقشطه. ايه في ايه يعني؟ بسبوسه بالقشطه يا ماما؟ هو اللي جابها صح؟ انت اللي قلت لي هات بسبوسه بالقشطه. في ايه يعني؟ عملنا ايه احنا؟ انت عملت ايه؟ ايه عملنا؟ مش هي اللي قالت لي هات لي بسبوسه بالقشطه؟ هي انا قلت لك. ايوه انت اللي قلت هات بسبوسه بالقشطه. حضرتك ليه بتكذب؟ انا ما بكذبش، هكذب ليه يعني؟ طب حط عينك في عيني كده. ما حط عيني في عينك في ايه؟ اوعى اوعى ايه؟ لما اقول لك اوعى توعى. ليه يعني اوعى ليه؟ بقى. وبعدين في الليله المهببه دي كل كلمه بتقول. انا عملت لك ايه؟ انت قلت لي هات بسبوسه، عامل لك ايه يعني؟ بسبوسه بالقشطه. اه انت قلت هاتي بسبوسه بالقشطه، يعني احنا غلطانين مثلا اللي جبنا لك بسبوسه بالقشطه؟ يا عم استنى بقى، مش اول مره يجيب لي بسبوسه بالقشطه بقى. نعم نعم نعم، انت هتخرفي ولا ايه؟ بقول لك كده عشان تبقى عارف. اقول لك ايه؟ ان شاء الله. نعم يعني انا هنعمل لها ايه يعني؟ قول لي يعني انا اعمل لها ايه؟ استنى بس استنى بس اوعى ايه اوعى دي يعني؟ انت هتخرب معانا ولا ايه؟ لا بقول لك ايه؟ لا استنى استنى يا بيه استنى يا بيه استنى يا بيه، انت مالك منفعل ليك؟ ايه منفعل ليه؟ هنعمل لك ايه؟ انت قلت هات بسبوسه بالقشطه. طيب. هات بسبوسه بالقشطه. طيب. يعني احنا كذبنا؟ يعني بتعترف؟ منال ما هي اللي قالت ومداني الفلوس. منال نعم نعم وحياه عينيكي. نعم. مش بابا هو اللي راح جاب بسبوسه؟ يا ستي ما هو جاب، مش انت اللي قلتي روح هات. ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي ايه ده ايه ده ايه ده يعني في ايه؟ خليك شاهد على اللي بيعمله. شاهد على ايه؟ شاهد على ايه؟ ايوه انا شاهد على اللي بتعمله. شاهد انا شاهد على اللي بتعمله. اوعى. بصي بس بصي بس بصي بس هتصور غير ما تحس. انا بشكركم جميعا، وباذن الله يا رب يبقى لنا لقاء بكره. شكرا.